ورجعنا لحضراتكم عشان نبدأ أخبارنا في 7 داي سبورت، أكيد من عند النادي الأهلي اللي حقق انتصار كبير جداً على أوكلاند سيتي. أول لقاءات كأس العالم للأندية، الحمد لله قدرنا نفوز ونعمل لقاء جيد، ويكون كمان مش بس لقاء جيد، لا أداء جيد وإدارة جيدة للمباراة. الحقيقة مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، فوز عريض جداً 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 على أوكلاند سيتي بثلاث أهداف دون رد. صاحب الهدف الأول طبعا كان نجمنا حسين الشحات في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأولاني، تسديدة صاروخية كانت حاجة نموذجية يعني. وطبعا زميله محمد شريف أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأخيرا الهدف الثالث في الدقيقة 86 بواسطة بيرستاو. عشان نشوف اللقاء القادم للنادي الأهلي مع سياتل سواندوز الأمريكي في الدور الثاني، طبعا لقاء مميز جدا. الناس اللي كانت بتتكلم على كولر والروتيشن اللي كان بيعمله، أديكوا شايفين الروتيشن عمل إيه دلوقتي. اللعيب اللي بينزل زيه زي اللي في الملعب، عبد القادر والشحات موجودين يتبدلوا بطاهر وتاو، تاو ينزل يحرز وقبليها حسين الشحات بيحرز، كهربا ينزل يعمل جون ولا أروع في اللقاء، كعب عالمي لبيرستاو طبعا، طاهر محمد طاهر ينزل يجيب لك كرة يسبب في طرد اللعيب المنافس، نفس الكلام ورا، بتشوف الطقم المدافعين كلهم بلا استثناء اللي بيلعب واللي ما بيلعبش على نفس المستوى. حتى لما لعب ماتش الزمالك عبد الفتاح كان على اعلى مستوى، الماتش دوت بيلعب متولي وبيلعب عبد المنعم، الاثنين على اعلى مستوى. هاني ما شاء الله محافظ على رتم لعبه ومحافظ على ادائه، الفرقه كلها. نيجي بقى نص الملعب اللي الناس كانت بتقولك هو بيبدل بينهم ليه، اهم الثلاثه لعبوا لان الراجل عامل حساب لفرقه اوكلاند سيتي جدا. الثلاثه على اعلى مستوى، سواء ديانج او حمدي فتحي او عمرو السوليه، الثلاثه على اعلى مستوى. حقيقه يعني اداره رائعه لمارسيل كولر للمباراه، اللعيبة كلهم كان عندهم الدوافع اللي تخليهم عايزين يعملوا حاجة. النادي الأهلي مرة دي عينه على أكثر بكتير جدا من المكسب بمركز ثالث، لا النادي الأهلي مرة دي عايز يوصل فاينل. طبعا البطولة دي أصعب من كل البطولات اللي فاتت، حابين بس نوضح لحضراتكم إن المرحلة اللي جاية الراجل ماشي ماتش بماتشه، ماشي بأداء، بيدرس كل مباراة، رغم ان اوكلاند سيتي بقاله 3 شهور ما بيلعبش الا انه درسه كويس جدا ومذاكره كويس قوي، عمل له حساب، وعشان كده كان لقاء اكثر من رائع. هنروح بقى نشوف تقرير صغير جدا عن فوز النادي الاهلي، تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع تاني.